موسعها، كان عنده تو ميزد كانالز، ام بي 2 اللي هي دي وديستو باكل 2. احنا سمعنا على ام بي 2 في الجامعه وقالوا لنا ان الام بي 2 مهمه، وساعات الدرس بيفلير عشان الام بي 2 دي ما اتعالجتش، فخلاص مقتنعين بيها وبندور عليها. طب الديستو باكل 2 انا مش حاططها في الحسبان خالص يعني، فانا ما حطيتش الموضوع في بالي لحد ما جت الحاله دي قدامي. الدنتين ماب اللي ماشيه جنب الحيط دي ليها دلاله معينه، تمام. جبت الكنال حضرتها، الراجل من 2016 لحد النهارده ما عندوش اي مشكله. الرؤيه مهمه قوي، الكواليتي بتفرق، الاحساس بتاع الشغل بيتحسن بصوره كبيره جدا، وانتوا بتتعلموا اسرع. يعني اللي بيلبس لوبس الكيرف بتاع التعلم بتاعه سريع، بينمو بسرعه قوي مقارنه باللي بيقعد يشوف بعينه مجرده. تحدي الاثنين اللايت كان حلو بس الرابر دام، كل الضوء اتعكس واتجمع في التوس او في المنطقه اللي انت شغال فيها. لما بتشتغل من غير ايزوليشن البق ده عامل زي الثقب الاسود، اي حاجه ملونه بتمتص ضوء، واكتر حاجه تمتص ضوء الكيرز، فلازم تعمل كومبليت كيرز ريموفال. لما عملت حتى البيلد اب الدنيا حلوت اكتر، المارجن اللي بنيته بالكان ميزل ده الدنيا حلوت اكتر، وقادر اعمل ديتكشن للقنوات جميل. فوقفت ومسكت اكسكافيتور كده، عملت اكسكافيشن للسوفت كيرز، وبعدين بدات اعمل اتشنج. فالموبايل حتى لحقني من ان انا اعمل بيلد اب على حته فيها سوفت كيرز، تمام. ففي الكواليس هنا انا وقفت لحظه، عملت اكسكافيشن ونظفت، وبعدين عملت اسيد اتشنج وبوندنج وفلوبل كومبوزيت. وانا بحط فلوبل كومبوزيت بكون حاطط قطنه على الاورفيسز بتاعت في البلب تشامبر او في الفلور كده فوق الاورفيسز عشان تحميها، عشان ما يدخلش جواها سيمنت يقفل الاورفيسز. وبعد ما بخلص افك الماتريكس باند وارجع افحص زي ما انتم شايفين كده، اتاكد ان الاورفيس كلها ستيل اكسسبل وشايفهم واضحين. كده هشتغل جلسه علاج جذور دمها خفيف وحلوه، لان انا قللت كل حاجه بتعمل ستريس او بتبطئ الجلسه من خلال الايزوليشن والبيلد اب. الحاجات اللي بتعمل لي ستريس انا السلايفا والكلور اللي بينزل يروح في بق العيان. حتى لو مركب رابر دام بيحصل ده، حتى لو مركب رابر دام بس ما عندكش سنه ويل بيلت اب بيحصل ده.